اي واحد فينا كيف ما بغى يكون شاروخان غتلقاه عنده المشاريع ديالو. كريستيانو راه عنده اوتيل ديالو، هو راه عنده الفلوس الكحله، ولكن كيف كنقولوا انسان خاصو شي حاجه اون باراليل يديرها فين يرتاح، شي حاجه اللي كيبغيها. هو انا كنعشق شي حاجه سميتها الطبخ، نبغي ندير شي حاجه ريستوراسيون واخا انا كندير الفن. دونك هادشي ما نظنش انه شي حاجه اللي فهمتي. دونك اي واحد بغى يدير شي حاجه وعنده المويان باش يديرها يديرها. انا كنقول ان المغرب الفن ديالو كيوكل الخبز، كتخدم اللي كيخدم كيلقى كيلقى زعما الكونتر بارتي، كاين الماده كاين الفلوس كاين زعما كاين اي حاجه كيتمناها الواحد. الا بغيتي الطريق المزيانه غتلقاها، بغيتي الطريق الخايبه فين تقدر تخسر فلوسك راه غتلقاها حتى هي. دونك على حساب لا بيرسون كيفاش دايره، وعلى حساب كل واحد فين يقدر يخسر فلوسه. هادشي اللي بغيت نقول، ان الفن ماشي ما عمدوش نكذبوا على الله، الكذوب على الله حرام. الانسان الفن فيه فلوس، وانا شخصيا قبل من الفن كنت واحد ليطا، ومع الفن الحمد لله فتت هذيك ليطا اللي كنت فيها. ودونك ما غاديش ننكر الخير ديال الله وما ننكرش البركه ديال الله.